الرحمن الرحيم. أيها المتابعون الكرام، أيها المشاهدون الأفاضل، نجدد بكم اللقاء ونجدد بكم الترحيب في هذا المهرجان الكبير، في مهرجان هنا ولي العهد للهجن 2024 للميلاد، حيث نرى ونراقب هذه الانطلاقات المتواصلة والمستمرة، حيث نتابع وإياكم انطلاقة شوطنا السادس الذي يحمل في طياته القعدان المفاريد من مسافة الكيلوين. نراقب وإياكم المقدمة والبداية لأرى المشراف من يتقدم مع المركز الأول. حمد بن علي بن سلام الهاجري يتقدم مع المركز الأول، بينما مهاوش يتقدم مع المركز الثاني. طالب بن راشد آلف هيدة المري يتواجد مع مهاوش المركز الثاني الحضور. من المتحد وشعار سعد بن سالم آل فهد المري يقترب مع المركز الثالث. المركز الرابع مزاح وشعار عبد الله بن مبروك العمودي الشمري وصل بن فطيس، ليتقدم من المركز الخامس ليتقدم محمد بن حمد بن فطيس المري، والقدوم أيضا من شعار بثني يتقدم سبيعي ليقدم لنا الشبل عبيد بن سعد ابو اثنين السبيعي. وصل سفاح بن سعود بن جريس الشمري، والقدوم من الشعارات وصل الجحافي ليقدم لنا مشغل. العودة يا اخواني الى الصدارة الى البداية الى مهاوش يا اخواني، يتغنى مع الصدارة غنى مع البداية بالأداء المتميز. وصلوك الجماعة يا مالك مهاوش، واصل الجحافية ووصل الشمري وسبيعي، ولكن بدأ الإقلاع بين هذه الأسماء والشعارات. النقطة الغالية هنا هكذا نراقب لمن نراقب الصدارة. يتقدم شعار عزام مهاوش عزام ومهاوش، واخر الامتار النهائية عزام للنوماس غرد بالسلام الى حايل السلام، الى حايل التهاني، الى حايل التبريكات. عزام وشعار سفاح بن سعود بن جريس الشمري يتواجد مع عزام مع المركز الاول. اذا تانين والف مبروك لمالك عزام سفاح بن سعود بن مطلق الشمري من غرد مع المركز الاول. المركز الثاني مهاوش وشعار طالب بن راشد بن حمد الف هيده المري. المركز الثالث مشغل احمد بن محمد الجحافي. المركز الرابع يا اخواني، هنا حضور المركز الرابع مع مشتاق وشعار عبد الله بن حمد أربعان. المركز الخامس الشبل وشعار عبيد بن سعد أبو اثنين أسبيعي. هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى. نرجع للتوقيت الزمني وتوقيت عزام 2:56 ثمانية أجزاء من الثانية، بينما المركز الثاني مهاوش وتوقيت مهاوش 2:56 62 جزءا من الثانية. المركز الثالث حل مشغل وتوقيت مشغل 2:56 83 جزءا من الثانية.